سعيد جدا بالتواجد معكم اليوم في رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سياق يعني تقديم كتاب تيم موران تمهارت. هذا الكتاب أو عظمة امرأة، هذا الكتاب الذي يحتوي يعني كتاب أدبي فيه 10 قصص مطولة يدافع عن وضعية المرأة، خاصة المرأة المغربية بصفة عامة والمرأة في الجبال بصفة خاصة، خاصة في علاقتها مع الإرث. نعلم جميعا بأن المرأة لا زالت يعني مقصية في مجموعة من الأمور، بين ذلك الإرث والتعليم، وكذلك يعني ذلك الزواج الذي يؤتت له، يعني الزواج يعني المبرمج. وهذا الكتاب والمحاولة التي كتبتها يعني بدعم من مجموعة من الأصدقاء، وكذلك هي تأتي في سياق ترافع بوسيلة الأدب، الأدب في خدمة المسألة الحقوقية. وكنتمنى إن شاء الله يعني التجربة هذه، كاينين إخوان اللي خدامين على ترجمة باللغات الأخرى، باللغة العربية، باللغة الإنجليزية، وباش توصل، لأن صوت المرأة في 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 الأطلس الكبير لا زال يسمع بعد، وبالعكس هناك بعض النساء اللي ما عندهمش بطاقة يعني بطاقة وطنية. وجاء هذا الكتاب لملأ هذا الفراغ ومحاولة لإثبات وإسماع صوت هذه المرأة. يتم موران تمهارت هو كتاب يعني مكتوب باللغة الأمازيغية، والآن سأقدمه بالتناوب باللغة يعني باللغة العربية والأمازيغية لكي يفهم الجميع، لأن مسألة اللغوية تحتاج إلى 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 إفهام وإلى إسماع الجميع. شكرا جزيلا. Thank you.